وحاليا بالنسبة لي المتنفس الوحيد اللي كاين في الرباط هنا هو هاد المكان هذا، يعني الانسان كيجي يرتاح فيه شوية، يعني كيجي بيت الحال، يعني مقارنة مع السنوات الماضية أنا تبدلت، من ناحية بالنسبة للعمران ديالها أنها تبدلت، يعني زادت صلحات مزيان وخلات أن السياحة يحبوها أكثر، هذا هو مزيانة زوينة. مقارنة مع شحال هذا راه تباك غادي كتزيان كلشي صح، لا بليبار كلشي تبدل، ها ما كتشوف هاد الشيء يلاه داروا هنا جديد بغضني غادي كتزيان صح، ما كاش كنقدر نخرج بوحدي، مي دابا شتي دابا شتي نقاسة غير بوحدي، غير الأمل، الأمل مازال خاصو يتجدد بزاف، بالنسبة لي حنا البنات مازال ما كنقدروش نخرجوا بوحدنا، فهمتيني هاد القضية مازال خاصها تطور بزاف، شوية ياك ميس انا باغ بوغ شهادة الحمد لله غادي غادي الصراحة زعما راه شحال هذا ما كانش هادشي الدنيا بحال هكا زوينة، المهم غادي الحمد لله، يعني راه مقارنة عام على عام راه الدنيا غادي كتزيان زوينة، فهمتيني في فصل الجامع بالنسبة للرباط كلشي تيجي لهنا، بالنسبة كاين اللي تيصيد كاين اللي تيدور كاين اللي فهمتيني بنادم تيخرج تيفوج شوية دايرينهم، ولكن كاينين تي واخا دايرين دوك البلايك تيصيدوا وتيلعبوا الجيسكي وكل شيء زمانه، واخا مانعين له حتى العمان مانعينو هنايا، ولكن واخا داك الشيء يجوا يعوموا، ولا هي البلاصه اللي نقيه عندنا هنا في الرباط، كاين الحجر ولكن البحر كبير ما عندناش حنا معاه، تنجيو نفوجوا داك النهير وتنمشيو، اليوم دابا ولات مارينا الصراحه ولات تسمات على الرباط انوار انوار، ولات مزيانه الصراحه نقيه بزاف، دابا بزاف كاع بزاف دابا كاع زوينة دابا كاع بزاف على قبل، تقادت دابا زيان دابا غادا وتتزيان دابا كثر من داك كثر من اللي كانت قبل، بحال فلوكات كثار و ولاو المقاهي كثار ولا بزاف د الحوايج كثار فيها صراحة. مارينا سي زوينة بالنسبة للأجواء، في واحد المونطاليتي الكاليتي زوينة، يعني مختلف، يعني أي واحد في البلاد كلها المغرب كامل تيبغى يجي الرباط، سيغ كاينين اجانب يعني بزاف البلايص دول عربيه، واش نقول لك صراحه اي بلاصه في المغرب راه زوينه شويه عادي ضروري بنادم شويه تحرك شي حاجه اخرى اكزامبل، يعني شنو نقول لك اول حاجه يعني حتى المناظر تبدلوا بزاف، يعني وخصوصا بليس زاد واحد الباطون زوين، يعني واحد الفيو زوين، يعني بنادم تيبغي واحد الرغبه يجي هنا يشوف المنطقه